الحمد لله رب العالمين يا رب ارحم بعثنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك عسرنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما يا رب. استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. اغننا بالفقر اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اوردنا حوض نبينا واحشرنا تحت لواء حبيبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا وبارك لنا في ارزاقنا. اللهم ارزقنا القليل من الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اسقنا بيد نبينا شربة ماء لا مظمأ بعدها أبدا. اشملنا بشفاعته لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله هو صاحب العزة القائمة وصاحب المملكة الدائمة. إذا وضع ابن آدم في تراب القبر وانفض عنه المشيعون ولم يبق معه جليس ولا أنيس ولا صديق ولا رفيق نادى عليه الواحد الديان وقال له يا عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. ملكه ما له ثاني
يا من إذا قلت يا مولاي لقاني أنسى وتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني يا من لست تنساني أنسى وتذكرني أنسى وتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك كيف أنساك يا من لست تنساني وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو أول الواثقين في الله المتوكلين على مولاه المعتمدين على صاحب السلطان والجاه اسمع إليه وهو يلكن الأمة درسا في الثقة بالله فيقول ابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله اذا سألت تسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله سيدي يا جلاء بصر يا ذهاب همي وغمي وحزني يا ابا القاسم يا حبيب الله اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين صلى عليك الله يا علم الهدى ما أبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون معشر الإخوة الأعزاء مع الدرس 98 والمئتين انتقل بحضراتكم إلى سيد الأنبياء والمرسلين إلى سيدنا محمد لنتلقى على يديه الكريمتين درسا من دروس الهجرة فبعدما تكلمنا عن الوفاء والفداء نتكلم اليوم عن اغلى الدروس مع معركة هجرة الحبيب محمد إن هذا الدرس هو درس الثقة في الله والاعتماد على الله واللجوء إلى الله وتعالوا أيها السادة الأعزاء لندخل الغار على الحبيب والصديق السلام عليك يا بطل الانبياء السلام عليك يا صديق
المشركون الان مرابطون على باب الغار، ولم يكن هناك في منطقة الغار دفاع جوي ولا مدفعية بعيدة ولا ثقيلة ولا جبار صواريخ موجهة، انما كل السلاح الذي حمى الله به نبيه. اتدرون ما هذا السلاح؟ انه سلاح عجيب ومهيب، انه خيوط العنكبوت. سلاح العنكبوت، سبحان الله، سلاح العنكبوت. أهناك سلاح عرفتموه أيها الإخوة الأعزاء يسمى سلاح العنكبوت؟ أهناك سلاح يسمى خيوط العنكبوت؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ما هذا؟ ما هذا سلاح العنكبوت؟ حمامتان باضتا على وجه الغار، القوم الان جالسون وواقفون امام غار الحبيب والصديق. لو ان احدهم مد يديه لوضعها على الرسول والصديق، وابو بكر يبكي ويقول للحبيب: يا رسول الله، بينما انا اعتدل في جلستي اذ رقعت عيناي على عيني ابي جهل، وما اظن الرجل الا قد روانا. فماذا يقول له الحبيب؟ يقول له: يا ابا بكر، أوما قرأت قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ وهم لا يبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقومة وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. من الذي يملك السمع والابصار؟ من الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من يدبر الامر؟ الله. الله. يا ابا بكر، يا ابا بكر، ان لله سننا في معاملة الطغاة. ابو جهل وزبانيته امام الغار، وليس بينهم وبين النبي المختار الا ان يمد احدهم يده. فمن الذي منع الايدي ان تمتد الى رسول الله؟ واذا العناية لاحظت كعيونها لم، فالمخاوف كلهن امان. كن عن همومك معرضا، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا.
لا تكن متعرضة. خيوط العنكبوت سلاح من أسلحة الله. هذه فلسفة الإسلام مع الجبابرة الطواغيت. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. بأي شيء هلك ذلك النمرود ابن كنعان؟ هل حرك الله له سلاح المشاة؟ هل حلق الطيران الالهي فوق قصره؟ هل صنرة في المدفعية قذائفها الثقيلة الى صرجانه وسلطانه؟ لا، ان لله مع الجبابرة قوانين عجيبة. أتدرون ما هو السلاح الذي دمر الله به النمرود ابن كنعان؟ سلاح عجيب كسلاح العنكبوت، بعوضة. بعوضة دخلت في أذنه وأخذت تطن في مخه، فكان لا يهدأ له بال ولا يستريح له حال إلا إذا ضرب بالنعال على أم رأسه. الله الله الله، لا قوي إلا الله، لا عزيز إلا الله، لا قادر إلا الله، لا مقتدر إلا الله، لا قدير إلا الله، لا حسيب إلا الله، لا كفيل إلا الله، لا مقيت إلا الله، لا وكيل إلا الله، لا رشيد إلا الله، لا صبور إلا الله، لا حليم إلا الله، لا عليم إلا الله، لا حكيم إلا الله، لا جبار إلا الله، لا منتقم إلا الله، لا عادل إلا الله، لا محاسب إلا الله، لا غفور إلا الله، لا رحيم إلا الله، لا ملك إلا الله، لا قدوس إلا الله، لا مصور إلا الله، لا مهيمن إلا الله، لا بارئ إلا الله، لا خالق إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. يا رافع
السماء بلا حمد. يا رافع السماء بلا حمد. كل شيء قائم بك وكل شيء خاشع لك. يا عز كل ذليل. يا غنى كل فقير. يا قوة كل ضعيف. يا مفزع كل ملهوف. من تكلم سمعت نطقه ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. يا رب يا رب يا عالم السر والنجوى. يا كاشف الضر والبلوى. يا من يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن نادى. إلهي إلهي أنا من أنا. إلهي إلهي يا من يرى ما في الفؤاد ويسمع. أنت الرقيب أنت الرقيب لكل ما يتوقع. سبحانك اللهم أنت الواحد. كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى. وإله لا فعل الجبين الساجد. أبابا أو ما قرأت قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ثقة مطلقة في الواحد الذي لا شريك له الذي لا شبيه له الذي لا نظير له. ماذا كان مصير الذي قال انا احيي واميت. بعوضة وهنانة ضعيفة واهية تأخذ طريقها من الاذن الى المخ وتخترق المجال الى هناك حيث تستقر هناك. لا اغنى عنه ماله وما كسب. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية. هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه
ثم في سلسلة ضره 70 ذراعا فاسلكوه. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فماذا كانت فلسفة الاسلام مع الصراع؟ هذا فرعون مصر يصيح باعلى صوته: يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. ويصيح باعلى صوته قائلا: انا ربكم الاعلى. فماذا قال ربه؟ لماذا رد الله انسان مغرور ادعى انه لا اله الا هو؟ اسمع معي واعجب معي، اعجب اذ يقول ربك لموسى وهارون: اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قولا لينا، لينا سهلا ميسورا متلطفا فيه لعله يتذكر او يخشى. قال احد الصالحين وهو يقرأ تلك الآية الكريمة: سبحانك يا ربي، اذا كان هذا عصاك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عصاك بعبد قال سبحان ربي الاعلى؟ واذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري فكيف يكون عطفك بعبد قال لا اله الا الله؟ اذا كان هذا عطفك لفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عطفك لعبد قال سبحان ربي الاعلى؟ اذا كان هذا عطفك لفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري فكيف يكون عطفك بعبد قال لا اله الا الله؟ سبحانه. اجدبت الارض في عهد موسى بن عمران وكفت السماء عن ارسال المطر، فوقف موسى مع بني اسرائيل يصلون صلاة الاستسقاء يدعون الله ان ينزل المطر لتنبت الارض، ولكن المطر لم ينزل. واوحى الله الى موسى: يا موسى ان من بينكم عبدا عاصيا ولن انزل المطر. فقال موسى: يا بني اسرائيل اتقوا الله، ومن كان منكم لله عاصيا فليفارق جمعنا حتى ينزل الله المطر. فلم يخرج احد.
وعاد موسى يدعو الله فأنزل الله مطرا مبزارا ومدرارا ومكسارا. قال موسى: يا رب أنزلت المطر ولم يخرج العاصي من بيننا. فقال له الله: لقد تاب بيني وبينه توبة قبلتها. الله. قال موسى: يا رب اريد ان اعرف من هو، اريد ان اعرف من ذلك الذي عصاه. قال له الحليم الكريم: يا موسى، سترته وهو يعصيني، فكيف اصبحه بعدما تاب الي؟ الله الله. ما زلت اعرف بالاساءة دائما، ويكون منك السقط والغفران. لم تنتقصني ان اسأت وجدتني حتى كأن اساءتي احسان. منك التفضل والتكرم والرضا، انت الاله المنعم المنان. يا موسى، سترته وهو عاصي، فكيف افضحه بعدما تاب الي؟ معشر الاخوة، كان سلاح العنكبوت سلاحا لغار المصطفى، وكان سلاح البعوض سلاحا للنمرود الذي غره غناه وغره سلطانه وغره جاهه. فماذا كان سلاح فرعون الذي قال: انا ربكم الاعلى؟ عقارب الساعة في طريقها الى زحف رهيب، ولذلك سأستجيب لندائها واعود بكم من عند موسى وفرعون الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت، كما تدين تدان. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين،
واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، ما مصير فرعون مصر؟ ما مصيره؟ وعلى اي الاسلحة دمره الله؟ تعالوا معي الى هناك الى شاطئ البحر الاحمر، الامواج متراصمة والبحر واسع وعريض، وموسى واقف الان على شاطئ البحر ينظر من ورائه فيجد فرعون وجنوده بنو اسرائيل في رعب وكرب ورهب، يقولون لموسى انا لمدركون. فماذا قال موسى؟ ماذا قال موسى؟ البحر امامنا والعدو وراءنا والقوم في هلع وفي خوف شديد وفي فرق مؤسف. ماذا قال موسى وهو النبي الموحى اليه؟ ماذا قال لبني اسرائيل الجبناء الرعادين؟ قال كلا، ان معي ربي سيهدين. الثقة في الله، اليقين بالله، الاعتماد على الله، التوكل على الله. قال كلا ان معي ربي سيهديني، ان معي ربي سيهديني. فماذا حدث؟ هل ظل البحر كما هو؟ هل ظل موسى واقفا كما هو؟ هل ظل فرعون يتابع المسير الى موسى وقومه؟ انظر ماذا حدث. لابد ان ينفرج الستار عن رحمة الواحد القهار. لابد يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. اذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الصانع الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل، لك الله في كل، لك الله. فرعون بجنوده، البحر متلاطم الامواج، تكاد الامواج من عتوها ونفورها يمزق بعضها بعضا، العبور اصبح مستحيلا، ليس هناك من الكباري ما يساعد على العبور، ليس هناك سلاح مهندسين، ليس هناك خراطيم، ليس هناك فن هندسي او علم او تكنولوجيا كما يقولون. فرعون بجنوده
فرعون بجيشه ودولته وشرطته، موسى امام البحر واقف، ماذا يفعل؟ فاوحينا الى موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق. يا لعظمة الله، يا لجلال الله، يا موسى، يا موسى ما أحبني من أحب الدنيا، وما أحبني من أحب المال، يا موسى ما أحبني من أحب المال، وما أحبني من أحب الدنيا، فإنه لا يسع قلب واحد حبي وحبها أبدا. يا موسى ما خافني من خاف الخلق، وما توكل علي من خاف فوات الرزق. حديث من الله الى موسى بن عمران. يا موسى، يا موسى ما خافني من خاف الخلق، وما توكل علي من خاف فوات الرزق. وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد الا كفيته، وبيدي مفاتح الملك والملكوت، وما توكل علي عبد الا ادخلته الجنة وكفيته كل مهمة. ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحته، وقطعت الاسباب من فوقه، ولا ابالي كيف اهلكته. الله الله الله. علم ما كان وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. من اعتصم بغيري، من اعتصم بموسكو، من اعتصم بواشنطن، قطعت الاسباب من فوق واسخت الارض من تحت. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يهن الله فما له من مكرم. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اعتصمنا بمسكو فكانت النكسة الكبرى، اعتصمنا بواشنطن فكان التدمير الكامل، تدمير اخلاق وتدمير ارزاق. لماذا لا نجرب الله مرة؟ جرب الله مرة، جرب الله مرة مرة. والله الذي لا اله غيره وانا واقف بين يديه ونفسي بيده ولساني بيده، لقد شعرت بالمرارة عندما جاءتني تلميذة في السنة الأولى من المدرسة الثانوية التجارية، جاءت مع أمها لأن أباها قد مات
جاءت التلميذة تبكي، وأنا واثق أن كل دمعة نزلت من عينيها قد اهتز لها عرش الرحمن. لماذا؟ لماذا تبكي؟ إنها المهزلة، إنها المأساة، إنه الانحلال الخلقي في مصر، إنه العداء للإسلام، إنها الحرب على الإسلام. أتدرون لماذا تبكي؟ الأستاذ المدرس أمرها أن تكشف رأسها ولا تضع الخمار على شعرها، وتشبثت واستمسكت واعتصمت بطاعة ربها. هل هناك أوامر عليا صدرت إلى نظار المدارس وإلى المدرسين والمدرسات؟ هل هناك أوامر عليا صدرت بمنع الفتيات إذا احتجبنا وإذا لبسنا في الإسلام؟ فهل صدر لك قرار من الله؟ لا. يا موسى، يا موسى، 5 كلمات ختمت لك بهن التوراة، إن عملت بهن نفعك العلم كله، وإلا لم ينفعك شيء منه. الأولى: لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول أبدا. أبدا. سلطاني دائم. أما أن يضرب الأستاذ تلميذة ويضربها في عينها، إن هذا بلاء، إن هذا بلاء، إن هذا تدمير، إن هذا انحدار، إن هذا ضياع. ونحن قد ضعنا، ضعنا عندما ضاعت الأخلاق. وخذ، يقول كمال الملاخ عن الشيخ الذي مات أول أمس: وقد كان فضيلته يملك مكتبة. قلت: سبحان الله، لعل فيها تفسير ابن كثير او الزمخشري او القرطبي او ابو السعود او النسفي او ظلال القرآن او التفسير الواضح او تفسير الاحكام او الفخر الرازي او الالوسي او البخاري او مسلم او ابن ماجه او الترمذي او النسائي او ابو داود او موطأ مالك او مسند احمد او غير ذلك من كتب الاسلام. اتدرون ماذا قال الملاخ وهو يرسي قارئ القرآن؟ قال: ان الشيخ كان يملك مكتبة موسيقية كبيرة، وكان رحمه الله يجيد العزف على العود والبيانو والكمان. سبحان الله. قلت: سبحان الله، أيرثي مصطفى إسماعيل أم يرثي عبد الحليم مكتبة موسيقية في بيت القرآن؟ ما هذه المتناقضات وما هذه المآسي؟ وكان رحمه الله
يجيد العزف على البيانو والعود والكمان. ما هذا؟ ما هذا يا قرآن؟ ما هذا يا قرآن؟ ما هذا يا قراء القرآن؟ يا من قال لكم الحبيب محمد اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. ما هذا؟ بيانو، عود، كمان. ثم أضاف قائلا وكان رحمه الله يجيد القراءة بكل المقامات الموسيقية العربية، بمعنى ان آية النار تقرأ بمقام الصبا او الرصد او النهوان، وآية الجنة تقرأ بمقام السيكة والصنبة. ما هذه المعاني؟ وجريدة الجمهورية عندما تتكلم عن الفقيد تقول انه بدأ يقرأ القرآن في الليلة الواحدة ب15 قرشا، وقبل ان يموت قرأ ربع ساعة ب2000 جنيه. ما هذه القيم؟ ما هذه القيم في تلك البلاد؟ هل يقيم الانسان عندنا بما يملك من المال، بما يكسب من المال؟ اذا قل مالي فما خل يصاحبني مال سابقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. مكتبة موسيقية في بيت القرآن، والله لكأني انظر الان الى سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، وكأنه يعيش بيننا الان في مجتمع طغت فيه كثافة المادة على لطافة الروح، في مجتمع هبط من بابخ العلياء الى غياهب الدجى وخلول الظلمات وحبيب الغبراء. كأني بك يا رسول الله وانت تقول لمن يقرأ القرآن: اياكم ولحون اهل العشق ولحون اهل الكتابين، وسيأتي بعدي اقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوع لا يتجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم حالهم. ثم اسمعوا، اسمعوا الى ما قاله الحبيب. قال لاصحابه ذات يوم: استعيذوا بالله من جب الحزن. قالوا: وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال: واد تستغيث جهنم بالله من شره كل يوم 100 مرة. قالوا: لمن اعد يا رسول الله؟ قال: للقراء الذين يراءون بالقرآن، الذين اذا قرأوا القرآن قرأوه رياء. يا موسى لا تخف، ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا،
وسلطان دائم لا يزول ابدا. يا موسى كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد ابدا ابدا. خزائني مملوءة لا تنفد ابدا. لو ركب ابن ادم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن ادم. ثم ماذا؟ نخاف الارزاق فندعو الى تحديد الناس وتنظيم الناس ومنع الناس. والله تعالى يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إن سليمان بن داود على نبينا وعليهما الصلاة والسلام أتى بنملة وقال لها كم يكفيك من الرزق كل عام؟ قالت له حبتان من القمح. فحبسها في قارورة ووضع معها حبتين من القمح، وبعد عام مضى فتح القارورة اي الزجاجة فوجدها اكلت حبة وابقت حبة، فقال لها ايتها النملة اتكذبين على نبي الله؟ قلت يكفيك حبتان فاكلت حبة وفرقت حبة. فقالت له النملة يا سليمان يوم كنت معتمدة على الله كان يكفيني حبتان، فلما حبستني واعتمدت عليك خفت ان تنسى رزقي فوفرت حبة واكلت حبة. يوم كنت معتمدة على الله كنت آكل الحبتين ثقة مني في الله بأنه لن ينساني، فلما حبستني خفت أن تنساني فأكلت حبة وأبقيت حبة فأكلت حبة وأبقيت حبة خوفا أن تنساني. نملة ثقتها في الله تعدل ثقة 40 مليون مصري. يا موسى يا موسى لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب أبدا. يا موسى لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك فإنه لا يدع محاربتك أبدا. يا موسى لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب فلا تأمن مكري أبدا. معشر السادة، سأترك نبي الله موسى واقفا ينشق نسيم البحر حتى ألتقي به في الأسبوع القادم إن شاء الله. ألتقي به على شاطئ البحر وألتقي بالحبيب في غار ثور، وقبل أن أفارق مقامي هذا
احذر شبابنا وفتياتنا من ليلة رأس السنة، ليلة الفجور، ليلة الفسوق، ليلة العصيان، ليلة العصيان. بعدما تعلن ساعة القاهرة 12:00 يجري ما يجري من الفساد، وللأسف يذهب الشباب المسلم يذهبون الى الكنائس وتطفئ الانوار ويخلو كل شيطان بشيطانته، حيث تشرب الخمور، حيث تشرب الخمور ويعصى الواحد الغفور، تشرب الخمور. وكم سألت نفسي هذا السؤال، بما يحتفلون؟ قالوا بعيد ميلاد المسيح. ألم تقولوا إن المسيح هو الله، فكيف يولد الله وتحتفلون بعيد ميلاده؟ عيد الميلاد، عيد الميلاد، ميلاد من؟ ميلاد الله. إذا ولد الله فإنه يحتاج إلى خالق يخلقه، فمن الذي خلق الله؟ وهو خالق كل شيء وملك كل شيء ومدبر كل شيء. وإذا كان المسيح قد خلق من مريم، فإذا كان المسيح هو الله، فمن خلق أمه مريم؟ هل خلقها بصفته الها ثم قال لها افتحي رحمك حتى اعيش فيه ثم ولديني بعد ذلك؟ هذا تمام، لان كونه خالقا يلزم ان يكون متقدما في الزمان، وكونه مولودا يلزم ان يكون متأخرا في الزمان، فكيف يكون الشيء الواحد متقدما متأخرا في وقت واحد؟ الغوا عقولكم لتفهموا ما اقول. ما هذا؟ واذا احتفلنا بعيد نبي كريم هو المسيح الذي طهر الله امه ورفع الله قدره، ايحتفل بمولده بالخمور والعناق؟ ان هذا الاحتفال لا يليق بمقام نبي طاهر مطهر عندما استجوبه الله يوم القيامة ووجهت اليه القيادة العليا هذا السؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أجاب قائلا: سبحانك، سبحانك، ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. واذا كنت علام الغيوب فلم تسألني هذا السؤال وانت العليم بذات الصدور؟ انه يسألك لتقر امام الذين عبدوك في الدنيا. اسمعهم ماذا قلت لهم: ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. ايها الاخوة الاعزاء، لا تسمعوا لكلام الصحف وتهريجها ودجلها وكذبها عندما تنشر عن المنجمين بانهم يعلمون ماذا سيحدث في العام القادم. قرأت بالامس كلاما يندى له جبين الحياء خجلا، وفاة ممثل
طيب ما هو لابد يمس السنة واحد من الممثلين. ايه علم الغيب اللي فيه؟ الممثلين 10,000 واحد في مصر، مش عايزين واحد يموت كل سنة؟ تبقى خراب بيوت لو ما ماتش واحد كل سنة. وفاة شيخ وقور. شيخ وقور؟ طب ما هو مشايخ الارض 100,000، ده ممكن يموت برضه على الاقل واحد كل سنة. ايه اللي في علم الغيبة فيه؟ لا شيء في هذا. وفاة ثلاثة علماء. طيب مش حاجة ابدا، العلماء كثيرون. انقلاب عسكري في ليبيا. طيب ولماذا لا يكون في السودان؟ لان السودان معنا وليبيا علينا. كلام يأتي بالمال الكثير. ما هذا التهريج؟ ما هذا التهريج في بلد يدعي ان دينه الاسلام، والله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا احدا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من اتى ساحرا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. ومن اتى ساحرا ولم يصدقه انما ذهب من باب حب الاستطلاع، فلن يقبل الله منه عمل 40 يوما. اذا صدقه فهو كافر، واذا لم يصدقه فلن يقبل الله منه عمل 40 يوما. اذا صدقه فهو كافر، واذا لم يصدقه فلن يقبل الله منه عمل 40 يوما. فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. اللهم اني اسألك واتوجه اليك، وانا الان واقف بين يديك، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع راياتنا، اللهم انصر ديننا، اللهم فرج كروبنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم اد ديوننا، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، اشف كل مريض وارحم كل ميت. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. الله محمد رسول الله. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تأكلون؟ فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وحد الله، وحد الله لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. سيدنا الخليل ابراهيم
وامرأته صارة. ابراهيم عنده 99 سنة والسيدة سارة عندها 85 سنة، يعني التفكير في الخلف اصبح شبه محال. انما اليأس من رحمة الله معصية، اليأس ابدا من رحمة الله مهما كانت الظروف والاحوال. خلي يقينك في مين؟ في الله. خلي يقينك في الله قوي، وبعدين سلم الامر لصاحب الامر. ده الواحد وهو مريض لو قال 40 مرة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لو قال 40 مرة، لو قال هذا الذكر 40 مرة وهو مريض، ربنا بيقول اذا ابرأته ابرأته ولا ذنب له، واذا توقيته فالى رحمتي. 40 مرة بس يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما تيأس. شوف سيدنا يونس قالها فين؟ ده قالها هو بطن الحوت بعد ما توحد الحي الذي لا يموت. لا اله الا الله يا رب. شوف بقى بيقولها فين؟ مش قاعد زي حالتنا بقى في الجامع قدام ارض لا وسجاده في بطن الحوت. ما يأس من رحمة الله ابدا. ده بالعكس، يعني هو بعد ما ساب اهل نينوى اللي هم قومه في العراق، وقال بقى انا سبت الغلب يا اخي ربنا ياخدهم دول غلبوني، ركب المركب، المركب يا دول اتحركت شوية كده وقفت في وسط البحر. طب نعمل القرعة عشان نخفف الحمل. جت القرعة على سيدنا يونس، قالوا ده الرجل ده رجل طيب، بين عليه رجل طيب، وشه في النور، هنرميه في البحر هنعمل ايه؟ عيدوا القرعة تاني، جت على سيدنا يونس، عيدوها تاني، جت على سيدنا يونس، وده معنى الآية وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني دارت عليه السهام فكان من المغلوبين. القرعة جت عليه 3 مرات. طب يلا يا حبيبي اهو انزل في البحر بقى، انزل في البحر، انزل في البحر. ايوه هتنزل في البحر، هنعمل لك ايه؟ هنعمل لك ايه؟ انزل في البحر. ايوه وقف على الدفة عشان يقوم وينزل، يبقى يقوم لغاية ما يوصل البر. الا واحد يقول لي تعالى بقى انت بتقول سيدنا يونس رمى نفسه في البحر، طب ما هو بقى الناس اللي بترمي نفسها من مبنى المجمع ومن برج الجزيرة يقول زي سيدنا يونس، برج الزمالك، ها اللي بينتحر. لا ده ما انتحرش، ده راجل نازل عشان يعوم ويكنه عايم لغاية ما يرفع البر. ايوه اللي انا عارف ان فيها ناس قاعده مخصوص عشان تنكش في الكلام. شوف ابي كلمه، يشوف الفعل اتنصب ولا اترفع، يشوف المشبه والمشبه به فين. اهو فناس قاعده ماسكه القلم الاحمر وعمال زي ما حصل. فواحد يجي يقول لي ده يونس انتحر، اقول له لا ده يونس عايز يعوم عشان يرفع البر. اه ايه اللي حصل؟ وحد الله لا اله الا الله، وعصى ليلقي بنفسه في الماء واذا بحوت عظيم يفتح فمه. يا ساتر يا لطيف. هو ايه يا اخوان اللي حصل؟ انا ما صدقت ان انا سبت الناس دول اللي مش عايزين يؤمنوا بالله، وقلت يا نفسي في واسع الارض اقوم اجي اركب المركب، المركب تقف، اجي ارمي نفسي عشان اعوم واطلع الاقي في حوت عايز ياكلني. ما هو انت يا عم يونس لما طلعت ما استاذنتش ليه ربنا؟ تطلع من غير ما يأذن لك ازاي؟ ها؟ تطلع ليه من غير ما يصدر الاذن منك اليك من الله؟ يجي يروح الناحيه الثانيه يمين يلاقي الحوت اتدور وجاله فاتح بقه برضه.
يطلع قدام عند الحته اللي بدا فوق قائد السفينه يلاقي برضه الحوت قاطع فمه. قال زيد ده قضاء الله بقى انزل. ها اتاه بالحوت، ده مش حوت عادي، ده اتى به اول غواصه تحركت من السلاح البحري الالهي. وربنا قبل ما يصدر اليه القرار بالتحرك قال له ايها الحوت لقد ارسلتك الى يونس لتكون له حفظا ولم ارسله لك ليكون لك طعاما. اوعى تيجي يمته الا بهتله. احفظ الله يحفظ. تصور الحوت ما قطع له ثوبا ولا خدش له جلدا ولا اسال له دما ولا قطع له لحما. وحد لا اله الا الله. سيدنا يونس لقى نفسه في بطن الحوت. يجي واحد يقول لك الحوت ده بقى كان ذكر ولا كان انثى؟ حاتم فيها ناس غاويه الحكايه دي. زي اللي بيسال سيدنا قتاده بيقول له هي النمله اللي كلمت سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ الذكر اسمها نمله والانثى اسمها نمله، انما النمل ده اسم جمع يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. فدي كانت ذكر. سيدنا سليمان اللي راح السجل المدني كشف على الشهاده، وسيدنا يونس ما كانش نازل عشان يشوف الحوت ذكر ولا انثى، الحوت بلعه ابدا. النمله بتاعت سليمان كانت انثى لان ربنا بيقول قالت بالته، قالت نملته، انت التانيث اهي. وبيقول في حوت يونس كان ذكر الا لبث في بطنه، لو كان انثى كان الا لبث في بطنها. فالغرض هي حاجه تاخدوها على الماشي كده يعني وخلاص. قال عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. النعل مهنّة، النعل مهنّة. سمعتني الصلاة على حبيب الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك مرة الإمام أبو حنيفة عمال يدرس العلم للناس في المسجد، فكان واحد دايما قاعد قدام ابو حنيفة لابس عنة وجبة وقفطان، وابو حنيفة كان يخاف منه، يخاف ان يلبسه الذؤاب برجل الامام. فكان ابو حنيفة رجله ساعات تبقى تعباه ما يقدرش يمدد رجله خوفا من هذا الرجل واحتراما له. يعني ابو حنيفة كانت رجله فشيت روماتيزم ما كانش يقدر يمددها، كانت انه قاعد كده هم ليه احتراما لهذا الشيخ. وبعدين ابو حنيفة مرة بيقول ايه؟ بيقول ان صلاة الصبح لا تصح عند طلوع الشمس، يعني اول الشمس ما تطلع ما تصح الصلاة الصبح لغاية الشمس ما ترتفع، يعني بدها تلت ساعة من شروقها الى ان ترتفع. ليه؟ لان الناس اللي بيعبدوا الشمس كانوا يعبدونها في هذا الوقت، فحتى لا نتشبه بهم لا نصلي الصبح في هذا الوقت. يبقى اللي فاتوا صلاة الصبح لغاية الشمس ما طلعت يتم مأجلها لغاية تلت ساعة بعد طلوع الشمس. فابو حنيفة بص لقى الراجل اللي كان عامل حسابه ده وقال له يا ابو حنيفة، قال له نعم، قال له عايز اسأل سؤال. ابو حنيفة قال سلم يا رب. قذيفة بقى حتم طلعه خير؟ قال له انت بتقول ان الصبح ما ينفعش عند طلوع الشمس؟ قال له ايوه. قال له طب افرض الشمس طلعت قبل الفجر نبقى نصلي الفجر امتى؟ لا اله الا الله. وهو لو الشمس طلعت قبل الفجر ما يبقاش فجر، يبقى ضف. امال ايه؟ الراجل متوقع الذكاء زي اللي راح لها بتاع التاكسي بيقول له توديني لغايه فين بكام؟ فالراجل بتاع التاكسي كان برضه حدق لانه ضيف البنزين، قال له انزل هنا وهات اللي تجيبه. التاني بيقول له بيقول له افرض الشمس طلعت
قبل الفجر. نصلي الفجر امتى؟ اصلي بكره. ابو حنيفه قال له الان ان لابي حنيفه ان يمد قدميه. شيخ الله يبارك فيك، انت كنت حارس دم، خلينا ما تدريك ليه. فانا كنت اعمل حسابك زي ابو حباج اما كان يطلع بالكوره، فيعني خلينا مدد رجلي بقى شويه يا شيخ. فيعني لو كنت قعدت ساكت ما كانش افضل حاجه، كنت حاسس اني خايف منك. واحد قول لا اله الا الله وسمعني الصلاه على حبيب الله. انت عارف سيدنا يونس لما لقى نفسه في بطن الحوت قال ايه؟ كان يقدر يقول طب ودي حالتي دي؟ ده انا باخدم في الدعوه واجي اركب المركب تقع، اجي ارمي نفسي في البحر يجي الحوت ياكلني يبلعني، اعمل ايه؟ انت عارف قال ايه؟ والله لا اذكرن الله في مكان لم يذكره فيه احد. يا سلام يا سلام يا سلام على اهل البلاء، يا سلام على الصبر مع الله، يا سلام على الصبر بالله، يا سلام على الصبر في الله. ونعوذ بالله من الصبر عن الله. الصبر مع الله وفاء، والصبر بالله رجاء، والصبر في الله ولاء، والصبر عن الله قطيعة وجفاء. الصبر مع الله وفاء، والصبر في الله رجاء، والصبر بالله ولاء، والصبر عن الله قطيعة وجفاء. فقعد يذكر الله ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قعد كتير، قعد 10 أيام في ظلمات البحر وبطن الحوت. 10 أيام. من اللي كان بيمده بالاكسجين؟ من اللي كان بيمده بالغذاء؟ اللي مدك وانت في بطن امك هو الذي كان يمده. انت قعدت بتعطشه؟ من اللي كان بيجيب لك اكسجين وانت في بطن الام؟ من اللي كان ماسك درجة الحرارة ثابتة في الصيف وفي الشتاء؟ مين اللي كان بيخليك تتحرك في هذا المكان الضيق؟ لا اله الا الله. ولذلك شوف انا هقول لك حاجة، انت بتقعد في بطنك 9 أشهر وبتنزل كويس، اتحداك بعد ما نزلت من بطنك انك ترجع تاني في الرحم تقعد دقيقة واحدة، هتموت على طول. شوف السمعة، شوف السمعة. 9 أشهر ما فيش حاجة، عمال يلعب يمين وشمال ويفرح فوق، وتقول الواد عمال يتنطط في بطنه. ما هو عفريت ابن عفريت بخ حشيش. ها خلي 9 أشهر والواد عمال يلعب الكورة جوا، ساعة ما ينزل تقول ندخل دقيقة واحدة يقول لك اموت يا بابا. خلاص، ما هو الامدادات التموينية خلاص، الاكسجين درجة الحرارة اختلفت لانه جهل الدنيا. ولذلك اول ما بينزل بينزل باكي صارخ. بتبكي ليه؟ بيبكي لان جه الى دار العناء والى دار البلاء والى دار التعب. لقد خلقنا الانسان في كبد. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم.
فسيدنا ابراهيم انقطعت عنه الضيوف 3 ايام. قال يا ربي انا لا اطيق اكثر من هذا، انا عايز ضيوف، انا زهقت، عايز ضيوف ضروري. شوف الكرم، جاد بجسمه للنيران، وجاد بابنه للقربان، وجاد بماله للضيفان، فاستحق ان يتخذه الله خليلا. يا دوب هو بيدعي الدعوة دية والباب عمال يطرق. مين 3؟ لا شافهم قبل كده ولا هم من البلد ولا باين عليهم اثر السفر. الهدوم نظيفة، الشعر نظيف، الوجوه مستنيرة مشرقة بنور الله. الجماعة دول من ايه؟ ولذلك ربنا وصفهم قال هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين. المكرمين، ما هو النبي قال كده، اسمع معايا كده وسمعنا الصلاة على الحبيب. النبي قال ايه؟ الا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. ده النبي عمال يدينا في دروس، دروس كبيرة قوي. اما تدخل بيتك واحد لابد يكون تقي، لان البيت اسرار. التقي لو قدمت له كوباية مية حيطلع يقول جزاه الله خيرا، كرمني. ده قال اهل الكرم وبيت الكرم. انما اللئيم اعمل له يا اخويا اكله ب10 جنيه، هات فراخ الجماهير وهات فراخ الداهليه والغربيه واعمل. وصلنا في الاكل ده بفتيك وده ايه عارف مشوي وده محمر وده مشمر. ترى بعد ما اكل ده كله حيقول ايه؟ ده فلان ده متجوز بنو، هي بتعرف تطبخ؟ تصور السلطه كانت مقصى ملح. اه يا عادل، اه يا عادل، بدل ما يقول كلمه لله، بدل ما يقول كلمه لله. ها البيوت اسرار. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد كان بيوزع الغنائم على الناس في يوم، وبعدين سمع ان في ناس استشوت نصيبها، قالوا ده ادانا حاجة قليلة وادى لغيرنا كثير. تعرف النبي كان حكيم وكان كلامه كله بلاغة وحكم، كان يقدر يقول ادوهم كمان جمل او جملين او غنم. انما النبي قال اقطعوا عني لسان هذا، زودوه مال عشان لسانه ما يتكلمش في حقي. امال ايه؟ فالرجل العاقل هو الذي يذب الغيبة عن نفسه، ومن وضع نفسه موضع الشبهات فلا يلومن من اساء الظن به. وحد وحد، قل لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. سيدنا ابراهيم خلى الضيوف قاعدين وراغ الى اهل، راغ في فرق بين راغ وبين ذهب. راغ يعني ذهب في خفاء من وراه، انما ذهب قدامه زي اللي يجيله ضيف. ها اعمل لك شاي ولا ما انتش كيف؟ يعني دلوقتي حتى هنا والله اللوكامبا اللي جنبنا عامله تخفيض 50%، ايه رايك؟ اجيب غدا ولا ما انت الشعاب؟ طب ما هو عندك من الساعه 8 صباحا لغايه المغرب مبدا. قال في ما كانش، يبقى انت حضر الموجود والله يجود. واعلم بان من اكرم ضيفا وهو يعرفه فكانما اكرم النبي محمدا، ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكانما اكرم الله عز وجل. واعلم بان الضيف اذا نزل ينزل برزقه، واذا ذهب يذهب بذنوب اهل البيت. يا جماعه كلهم ما بياكلوش. الله، فأوجس منهم خيفة.
اضمر الخوف في نفسه. لاول مرة اشوى لحم الناس والناس ما تاكلش. ده اللي بيشم ريحة اللحم يغمس على الريحة الرفين ثلاث. يقول لك والله ده ما اتكرعت لحم. وهو واكلها على الهوى. يعني واكلها على وقلت يعني ما كانت اكله. قالوا ما ايه المسألة دي. السيدة صرة عايمة تشوفي الحكاية دي. تعال يا صرة شوفي. الناس دول ما كانوش والاطلع هيترمرم وترمي. قالوا له لا احنا لا بناكل ولا بنشرب. ده احنا ملائكة الله. ده جبريل وده ميكائيل وده اسرافيل. لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. احنا التسبيح عندهم كالتنفس عندنا. احنا بنتنفس في الدقيقة 16 مرة زفير وشهيق. اما في الدقيقة سبحان الله والحمد لله زفير وشهيق. سبحان الله. طب خير ان شاء الله جاي لي. قالوا انا نبشرك بغلام علي. سيدة صرة قالت يا ويلتا يا عجبا أألد وانا عجوز وهذا بعد شيخا. 85 سنة وابراهيم عنده 99 سنة. انا حول الثاني. قال لها تعجبين من امر الله. هو مدام الاذن جه من فوق. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. قالوا كذلك قال ربك اي حكم ربك انه هو الحكيم العليم. أسأل الله لي ولكم العافية.